يتفضلوا على الستيج لو سمحتوا. السيد علي سعسع وزين علي سعسع يتفضلوا على الستيج. احنا حاليا راح نربح جوائز حساب التوفير لشهر 9 الحساب اللي بنحسب له مليون حساب، فيا ريت كلنا ننتبه على الستيج عشان نشوف ونحكي اسماء الرابحين. معانا؟ بدي صوت معانا؟ ممتاز ممتاز. قبل مليون حساب طريقة التربيح رح يكون فيه هيك، يعني صراحة بدنا نخلي اللي ربح هو يحكي لنا شو جائزة ربحها، بس بداية خلينا نتعرف على اسمك. علي سعسع. حياك الله سيد علي سعسع، تعرف اسمك؟ زين سعسع. أهلا وسهلا فيك، تعرف فيك؟ أهلا وسهلا يا إيمان. زين عادة بصيروا يحكوا وهسا بدنا نعلن اسم الرابح وجائزته كذا كذا، اليوم بدي منك زين أنت تحكي لنا بنت صفوة الإسلامي بحساب التوفير شو ربحت؟ فبدي أسألك شو ربحت بنت صفوة الإسلامي بحساب التوفير؟ 5000 دينار. هلا بتتعلم صوتك. 5000 دينار. شهر 9 انتوا بتربحوا كاش؟ 13 شهر 9 ما عندنا كاش. لا استنى استنى عفوا، انا بعرف انه بشهر 9 ما بربحوا كاش، صح يعاد ولا لا؟ احنا بشهر 9 ما عندنا جوائز كاش. بس انتوا مين خبركم؟ لا انتوا مين خبركم؟ مدير الفرع. مدير الفرع؟ بعد الايفنت بنشوفكم. لا لا رح نشوفكم بعد الايفنت. طب بزبط انه ما نربحهم عشان هذا الاشي اللي صار، بزبطش صح؟ احكي لكم شو بدنا نربح. شو بدك تقول لهم؟ انت ربحتي مع حساب مع بنك صفوة الاسلامي بحساب التوفير اللي بنحسب له مليون حساب، يا دوب يا دوب يا دوب سيارة بي ام دبليو. مع بنك صفوة الإسلامي عنده فرصة بآخر السنة يربح سيارتين بي ام دبليو. لسه في سيارتين، افتحوا حسابات توفير في بنك صفوة عشان تكونوا رابحين.
كثير تفاجأت، توقعت اجيت على 5000 دينار وقلت قليل. بعدين انا بحكي لبابا اول ما اجيت انه تخيل لو فزنا هاي البي ام وفزناها حقيقه، والله ما توقعت، هاي حلمي حلمي. شكرا شكرا، ودائما حنضلنا معكم وطول حياتنا، وشكرا جد ما بقدر يعني اشكركم قد ما يعني نعمتوا معنا. مشكورين على الإيفنت الجميل صراحة، استمتعنا جدا أنا والعائلة، جينا هون وكنا مستمتعين جدا واستفدنا أشياء كثير والله منه. أول شيء ربحنا جوائز الجميع يعني، وثاني شيء يعني سألنا عن القروض، عن السكني، قرض السيارات، قرض الشخصي، قرض البيوت، وفعلا كانت إجابات جميلة واستفدنا جدا منه هذا اليوم، والله يجزيكم الخير ويبارك فيه. كل الخيارات موجودة هنا، كل إشي بتحتاجه موجود هون، يعني بدك تسأل عن السيارات، عن القرض الشخصي، عن كل شيء. وكان يعني حتى بالنسبة للعائلة كان يوم ممتع جدا، احنا تقريبا والله من بعد صلاة الظهر هون، وكان فعلا يعني يوم مميز جدا. ونشكر بنك صفعة هاي المبادرات الجميلة والإيفنتات الرائعة، وبدهم يظلوا مستمرين فيها. الله يعطيك العافية، شكرا لكم. والله ما شاء الله، والشباب جدا متعاونين وبيساعدوا وبيشرحوا بالتفصيل، يعني مش منكسين ولا شيء، ما شاء الله موظفين جد ما شاء الله عليهم. يعني على قروض السيارات، والشاب متعاون معي جدا يعني، كان وسهل لي الامور، ان شاء الله خير يعني. لا ان شاء الله ممتازه، خصوصا انه مع الاطفال، يعني تحط الاطفال على جنب وانت بتخلص شغلك. صراحه كثير انبسطنا باليوم، في اكثر من فعاليات، وربحت كمان معهم لصفوه، وطبعا انا كلاينت عندهم من زمان، ويعني صراحه كثير الفعاليات حلوه، كثير انبسطنا. اصلا انا اوريدي ماخذه من عندهم تمويل، يعني معاملتهم كثير جميله، انبسطنا فيهم. هلا انا جاي استلم جائزه، واوريدي انا بدي افتح حساب توفير، بلكي ربحنا ان شاء الله. يوم كان يوم ممتع مع بنك صفوة، الأوبن داي، كل الأجواء حلوة هنا وأجواء بتجنن والله، بنصح الكل يجي يلحق آخر ساعة. عن خدمة اللي هي السيارات، عاملين عرض عروض على السيارات، وبدي إن شاء الله أمشي بمعاملة سيارة إن شاء الله. أخذنا مبدئياً تيكت من البوابة هون للدخول، من ضمن التيكت في أشياء فري هون موجودة زي بوب كور، مشروبات، زي سلاش، زي الكوفي، من ضمن البطاقة الموجودة هون، ونشوف شو بيصير عندهم هون كمان أشياء ثانية. لسه أنا حالياً هسه أجيت، يعني ما بعرف شو إشي جديد يعني بالضبط. والله إشي مرتب ما شاء الله، تنظيم مرتب والأمور 100% يعني.